حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من الموصل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب. أهلا بك معنا سيد الفريق الركن. ماذا حقق إلى الآن في معركة الموصل من إنجازات؟ كيف تسير التحركات العسكرية على الأرض إلى الآن؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. بالنسبة إلى محور جهاز مكافحة الإرهاب، استطاع من الدخول إلى أحياء الموصل حيث تم تطهير كوخ جلي بالكامل، وكذلك حي السماح ومدخل حي الكرامة، حيث أن مبنى تلفزيون الموصل هو الحافة الغربية لحي الكرامة. وعملية التطهير جرت هذا اليوم، حيث تم قتل 9 انتحاريين كانوا مختبئين في أحد البيوت، وكذلك تم إلقاء القبض على 3 عناصر أحدهم من قادة داعش. طيب المناطق المحررة كيف تعملون على تطهيرها بالكامل؟ هل من آلية تطبق؟ ما المناطق التي تعتبر الآن محررة بالكامل في معركة الموصل ومطهرة؟ يعني بالنسبة إلى القرى اللي تقدم عليها محور جهاز مكافحة الإرهاب، برقلة، بزواية، خزنة، طوب زاوية، كل هذه تعتبر محررة ومطهرة بالكامل. أما أنه كوخ جلي تم تطهيره اليوم عصرا بالكامل، وأيضا حتى الناس المدنيين هم متواجدين داخل الحي وبقوا في منازلهم، وسوف نشرع بالأحياء الأخرى حسب خطة قيادة العمليات المشتركة. طيب القتال داخل الموصل، داخل المدينة، أين يتركز بالتحديد الآن من خلال المحاور؟ يعني هناك هي خطة قيادة العمليات المشتركة، هناك مناطق مختلفة وأحياء قسمت إلى قطاعات الفرقة 9 وإلى قطاعات فرقة 16، هذا فيما يتعلق بالساحل الأيسر، وهناك أحياء مركزية هي من مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب، حددت هذه المسؤوليات، وستشرع القطاعات قريبا بتطهير الأحياء الأخرى وصولا إلى نهر دجلة الذي يفصل المدينة إلى قسمين. طيب موضوع التحركات العسكرية، طبعا كلما تتقدم القوات العراقية وتتقدمون في هذه المعركة، إلا وأن أعداد كبيرة يعني من المدنيين هي الآن تحت رحمة داعش في بعض المناطق، يستخدمها التنظيم الإرهابي كدروع بشرية. يعني هل من تعاون مشترك بينكم كقوات على الأرض لحماية المدنيين، لمساعدة المدنيين أيضا للهروب من تحت قبضة داعش؟ هو غايتنا الأساسية أنه نحافظ على المدنيين، فلذلك عندما دخلنا إلى كوخ جلي دخلنا من مناطق بعيدة، ومن ثم دخلنا إلى كوخ جلي للحفاظ على المدنيين، وفعلا تم الحفاظ على المدنيين وبقوا في منازلهم، وهم الذي تعاونوا معنا وأعطونا معلومات عن عجلات مفخخة وضعها داعش وهرب، وكذلك على بعض العناصر تم إلقاء القبض عليهم، والمدنيين آمنين الآن في منطقة كوخ جلي. شكرا جزيلا لك الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الموصل.